المشاهدين الحضور الكرام، بناتي وأبنائي الطلاب المتفوقون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم وسط هذه الكوكبة الرائعة من علماء الأزهر الأجلاء، منارة الوسطية والسماح والتنوير في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. فأول أمس احتفلت مصر بعيد العلم، حيث كرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من علماء مصر النادرين. واليوم نحتفل بالأزهر الشريف الجامع والجامعة بتكريم عدد من طلابه المتفوقين، ولعل لا عجب في ذلك التصادف، فالأزهر هو قلعة العلم الحصينة.